إنما الدم إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم في ميت فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يليكم مالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن المؤمنون الذين آمنوا لا يصليتم على مرتاب وجادوا بأموال منفس في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن لا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم أو في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ومتنا فيها من كل زوج بهيج تفسيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إنا المقدم أنبتنا به جنات وحب الحصيد حد ونخل باسقات لها تظلنا ذيد الرزق للعباد وأحينا به فتنميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون.